من الاخبار اللي مفرحاني جدا النهارده الخبر اللي هنتكلم عنه. الحقيقه انا عايز اتكلم في الخبر ده يعني كده منطلق، اقول بقى كل اللي نفسي فيه، لان حرفيا الخبر ده يعني كان نفسي اتكلم عنه من زمان جدا، بس كل ما يحصل حاجه او يحصل يعني ترند او كده في الخبر ده انا ما اتكلمش، يعني في ظروف شخصيه وكده ما بطلعش اتكلم. بس جه الوقت ان انا اتكلم فعلا في طلاق ايه احمد الفيشاوي ومراته اللي هي ندى الكامل. مبدئيا كده انا مبسوط جدا ان هما الاثنين هينفصلوا، هما لسه لحد دلوقتي ما انفصلوش ولكن هينفصلوا. طب ليه انا مبسوط؟ اقول لكم زي ما واضح دلوقتي قدام الصور اللي قدام حضراتكم يعني اللي بتتعرض دلوقتي، هتلاقوا ان احمد الفيشاوي طول الوقت بيحاول يعرض مراته للبيع. هو ايه ده؟ يعني اللي هو يعني كانها مش مراته، كانها مش من يعني ما بقتش من لحم ودم. احنا عارفين لما خلاص يعني الواحد لما بيتجوز بيحاول يستر عرض اهل بيته، عرض بيته الكلام ده اللي احنا درسناه وتعلمناه، مسلمين بقى مسيحيين ايا كان، ده ما بيعملش كده. ده بيحاول بقدر الامكان يوري للناس ان قد ايه مراته حلوه، قد ايه مراته جامده، قد ايه مراته ملهاش حل. في نفس الوقت بيعمل حاجات شهوانيه قدام الكاميرا، اللي هو ايه ده انت يا ابني، انت كده، انت الحاجات دي زي ما الناس كانت بتقول دايما في الكومنتات انت دايوس، انتوا معايا؟ فاللي هو انت بتعمل ايه؟ الحاجات دي ما يعملهاش غير واحد دايوس. فعلا حاجات كتير قوي بتنطبق يعني على احمد فيشاوي، قمه الدياسه بامانه بجد. انا ما شفتش كده على فكره. هو الشخص ده هو اللي بيكون في الافراح برضه، واللي بيتبهق ان مراته حلوه وان مراته جميله، واللي بيبقى معريها واللي بيبوسها كمان في الفرح. يعني ما احترمش خالص الراجل اللي يبوس مراته في الفرح. يعني في عاده كده عندنا في مصر او هو عادي بره، بس اي دوله بقى ايا كان عربيه اجنبيه، في الفرح لو الاتنين بياكلوا بعض التورته وبتاع وبعد كده تلاقي فجاه يبوسوا بعض. انا ما احترمش الراجل ده، يعني انا ما احترمش الراجل اللي يبوس مراته كده قدام الناس، الناس واقفه وبتاع. اختشي اختشي، لو مش هتختشي حتى من الناس اختشي من اهلها هي حتى، او من اهلك انت. انما دول لا، عادي هو قد ايه ان مراته جميله، قد ايه ان مراته جامده، فعايز يعرضها للناس. حتى الفساتين اللي بتلبسها ندى الكامل، على فكره اسمها الحقيقي ناديه ما اسمهاش ندى، او بحس هتلاقوا الكلام بتاعي صح الحمد لله. يعني ناديه دي او ندى كامل دي بيحاول طول الوقت ان هو يخليها يعني زيرو بجد قدامك كده، ان هي ملهاش حل، ان هو يعني يحسسني ان اللي هو انا معايا واحده جامده محدش يبقى عارف يجيب زيها. وبرده بيديني احساس ثاني اللي هو انتوا يعني تتمنوا يبقى معاكوا واحده زي دي. ده يعني صعب كده بفكر اقول يا رب، يعني ده لو جه كده يعني نفترض عرض مراته للبيع، ده اكيد كتير جدا هيتمنى صح دي، ان هو عارضها طول الوقت، عارضها سلعه رخيصه طول الوقت، عارضها واحده يعني عايزه دايما تتباس منه. على فكره انا لا بحترم احمد ولا بحترمها هي كمان، ان الواحده اللي تقبل ان هي تبقى كده قدام الناس يعني ما بالك بقى اللي بيحصل بعد الباقي. تمام، دي نقطة في بحر من حاجات كتير جدا احمد الفيشاوي بيعملها مع ايه؟ مع مراته. المفروض ان هي مراته، المفروض ان دي يعني عرضه لحمه ودمه والحاجات دي كلها اللي احنا عارفينها، بس هو ما بيعملش كده خالص، ودي حاجة مضايقاني جدا وما بحترمهوش نهائي مهما عمل ما بحترمه بجد. دي حاجات غريبة قوي بقى، يعني نسيبنا الموضوع دلوقتي هنتكلم فيه تاني، بس بيعمل حاجات غريبة جدا. طلع في مرة في احد المهرجانات تقريبا، يا اما مهرجان السينمائي القاهره او مهرجان الجونه، ومش عارف كان تقريبا محمد رمضان او حد يعني كان بيقدموه، فهو راح ماسك المايك من البنت اللي واقفه، راح قال هنعرض لكم بقى اللي على الخرا اللي على الزفت على الشاشه. يعني الشاشه المفروض ان الشاشه هتعرض العمل بتاع الفنان، بعد كده الفنان بيطلع يكرموه. ف
فقال هنعرض على الزفت دي او على الخرى دي. فدي حاجه ايه ده، انت بتقول ايه، انت بتعمل ايه؟ الفتره الاخيره بجد ناس كتير جدا كرهته من وسط الفني ومن بره الوسط الفني كجمهور وكمتابعين. احمد الفيشاوي بيعمل حاجات جدا غريبه. احمد الفيشاوي حرفيا بيعمل حاجات يعني فيها قمه الدهشه مع مراته ومع اصحابه كمان. احمد الفيشاوي ده يعني شهواني لدرجه محدش ممكن يتخيلها قدام الناس، ودي حاجه غلط جدا يعني. لدرجه ان جيت في مره بتفرج على يعني على الحاجات اللي هي الفنيه وكده، المؤتمرات والحاجات اللي بتحصل، الكواليس بقى، بحب انا اتفرج على الكواليس. مش فاكر تقريبا مين، يا ربي في فنانه كده من ضمن الفنانات حاجه دايسه من بقها، يعني هي صاحبته تقريبا، تمام، هي بتبص يمين وبتبص شمال، فهو بسها تقريبا شمال، بعد كده راح عايز يبصها من بقها، بعد كده عايز يبصها من مين. انتوا مدركين اللي بيحصل؟ انت ازاي تبقى كده؟ ليه كده اصلا؟ ليه؟ طب انت مش خايف من اي حاجه؟ مش فارقه معاك؟ هو اكيد مش خايف من ربنا، بس انت مش خايف من وراها الفنانه دي اللي انت عملت معاها كده؟ مش خايف من وراها؟ مش خايف من رد فعل النقابه بتاعتك ده لو انت اصلا لسه موجود في النقابه؟ واكيد لسه موجود في النقابه، ودي حاجه بجد مضايقاني. واحد بيعمل افعال زي كده كتير لسه موجود في نقابه المهنه التمثيليه؟ فين بقى استاذ اشرف زكي؟ وفين النقابه؟ وفين احمد الفيشاوي؟ حرفيا عمل حاجات كتير جدا غلط. وكان نفسي ان انا اتكلم عن الحوار ده بصراحه من زمان يعني، ونفسي قوي 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 يعني اعمل فيديوز عن احمد الفيشاوي كتير، ولكن لما اظهر لكم بقى بشكلي وكده علشان خاطر الناس اللي فاهمه ان ده عادي وان محدش ليه دعوه وايه، لان يعني في ناس بكحه، في ناس شبه وكده بكحه يقول لك عادي يا عم مراتي اعمل اللي انا عايزه قدام الناس. انتوا متخيلين ايه اللي مراتك يا عم؟ مش الكلام ده، مش حاجه اسمها مراتي واعمل اللي انا عايزه، مفيش الكلام ده. في حاجه عندي اسمها حقوق بصريه. انت يا عم انت اهنت حقوق البصريه انا كمشاهد في اللي انت بتعمله ده. انا مش عايز اشوف كده، انت خلينا اتفرج على الاداري. في انتهاك حقوق لي انا في اللي انت بتعمله ده، تمام؟ انت ازاي تعمل كده؟ مراتك في بيتك مش بره، اخرك بره تمسك ايديها تخلي بالك منها، ده اخرك. تتكلم معانا حلو ده اخرك، انما تبوسها وتعرض لها جسمها ازاي؟ بس برضو يعني في حاجات كتير قوي والله والله العظيم هو انا متاكد ان هو بعيد عنها. يعني هو اللي يخلي واحد يعمل حاجه زي كده ويبقى في قمه الدعاسه ان هو يبقى يعني بعيد عن ربنا جامد. هو باين اصلا ان هو بعيد عن ربنا. يعني انا بتكلم معاكم كده وببص على الصور بتاعته وعلى صور مراته، وانا بتكلم معاكم هتلاقوا عليه وشم كده، هتلاقي على ايده وشم، على جسمه وشم وتاتو ومعرفش حاجات كده غريبه. طبعا عشان هو سافر بره، معاش شويه مع اجانب، معاش شويه في اوروبا، فالطباع بتاعتهم هو حبها فتغلبت عليه، ساب دينه بقى. المفروض ان هو اسمه احمد يعني مسلم، ساب دينه وساب كل حاجه اللي يعني هو ايه ده بعيد عن ربنا بعد محدش متخيل. فاللي زي ده مستحيل مستحيل يرجع لربنا الا بعد فتره كبيره. ده منغرز في الشهوانيات وفي الحاجات دي. يعني قلناش ان يعني دي مراتك يا سيدي واعمل اللي انت عايزه معاها، بس المفروض تستر عرضها. يعني انا بحترم برضو الراجل اللي هو ايه اللي بعد ما يتجوز ومنقب مراته، بحترمه، بس انا كشخصيا مش عايز اعمل كده في حياتي. انقبها ليه؟ انت فاهمين ليه؟ لاني في بنات بتتضايق وانا مش عايز برضو يعني افرض عليها حاجه مش عايزاها. بس طبعا كحجاب وكده ده العادي بتاعنا، بس بحترمه. عارف ايه؟ تحس ان هو راجل، تحس ان هو بجد يعني شخص محترم. اصل بصوا في النهايه مراته دي ليه هو، مش للجمهور ولا للناس، ولا انها سلعه انها تتعرض قدام الناس عادي كده.
ده مش غيور، يعني احمد الفيشاوي ده مش غيور نهائي، و بجد مش من الناس اللي ممكن تثق فيها، اللي ممكن يعني هودي، بس هودي بجد والله. احمد الفيشاوي يعني ضيع كل حاجه، يعني انا متضايق ان هو طبعا النقابه بصراحه، متضايق قوي، يعني المفروض ده محتسب فنان، هو مش فنان، واحد لا مؤاخذه ابن راجل مشهور دخل الفن كده، مش فنان، الفن بالفن، ده اللي انا اعرفه، الفن مش بالقلع والمسخره، ولد بنت ايا كان مش بالقلع والمسخره، الفن ده من حاجات غريبه على الريد كاربت. المشكله ان مفيش حد اتاخد، يعني انا ما شفتش او ما سمعتش ان في حد اتاخد يعني ضده اجراء، ما شفتش الكلام ده. فانا النهارده بصراحه مبسوط جدا ان هو يعني هينفصل عنها، تمام، يعتبر خلاص كان انفصلوا حاجه زي كده، فبجد دي حاجه بسطانية قوي، يا رب يكون الخبر صحيح، لان هي اللي منزله الخبر ده، يا رب يكون الخبر صحيح، لان انا حاولت ابحث عن الخبر ما لقيتش غير الحاجات اللي عرضتها لحضراتكم في بدايه الفيديو. بس كده حابب اتكلم معاكم جدا في الموضوع ده، اسف ليكم لو مش بظهر كتير في الفيديوهات، ولكن ده اللي في استطاعتي اليومين دول. هبحاول اطلع معاكم لايف ان شاء الله الفتره اللي جايه، اتكلم معاكم بقى وتتكلموا معايا. ما تنسوش في النهايه تعملوا لايك، ولو مش عندي يعني في القناه بتاعتي اشتركوا في القناه، وان شاء الله هنبقى نسمع مع بعض في لايفات كتير. يوسف سعيد، في رعاية الله.